قد ايه عم نشوف مناظر يعني تدمي القلوب، عم نشوف على ان كان على وسائل الاعلام او على السوشيال ميديا مناظر الحرب والدم، واليوم اطفالنا هنن عم يشوفوا هي المناظر. وحسب الاحصاءات النفسيه او الاستشارات النفسيه دائما بيقولوا انه الطفل هو اكثر عرضه للاصابه بحاله ما بعد الصدمه. اليوم الطفل عم يشوف هي المشاهد بس هو ما عم يعرف ليش يعني، او ما عنده هذا المعنى ليعرف هذا المشهد كرمال شو عم بيصير يعني. للاسف في رشا يمكن اذا الكبار يمكن عم تتاثر اليوم، فما بالك عن الاطفال بعمر صغير يلي عم بيشوفوا هي المشاهد ان كان عبر التلفزيون او حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. دائما الاطفال فئه حساسه وبيأثر فيهم أي شيء، ويمكن نحن صعب نفهمه لأنه نادراً أنه هنن يعبروا عن الشيء اللي عم بيحسوا فيه. لنعرف أكثر تأثير هي الأمور وهي الاضطرابات على الصحة النفسية للأطفال وكيف ممكن نعالجها كرمال ما تكبر هي المشكلة معه وتكبر معه بالمستقبل وتأثر على شخصيته، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو الاستشارية النفسية ولاء لحلح. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم المشهد العام يعني عامل صدمة للكل، يعني إن كان الأخبار اللي عم نسمع أو المناظر اللي عم نشوفها يعني الكبار صغار لهم حدا وسطتنا، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن فئة أقل إدراكا لما يحصل. خلينا نروح معك، شو هي الاضطرابات، المفهوم الاضطرابات النفسية بداية؟ بالبداية الاضطرابات النفسية هي حالة نفسية، حتما هي الحالة رح تأثر على سلوكياتنا، على مشاعرنا، على تفكيرنا وعلى طريقة تعاملنا مع الأمور، وممكن كمان تسبب صعوبة بطريقة حياتنا اليومية. يصير عنده هذا الشخص اللي عم يعاني من اضطراب نفسي معين يصير عنده صعوبة بالتعامل حتى مع ظروف حياته اليومية مع نفسه. طبعا هي الاضطرابات بتختلف من شخص لتاني حسب حدة هذا الاضطراب، وكمان حسب المدة الزمنية اللي هي أخذ منحة من شخصيته ومن نفسيته هذا الاضطراب النفسي، يعني حسب طول أو قصر هذا الاضطراب، وكمان حسب الظروف النفسية والشخصية والاجتماعية والمهنية لهذا الشخص نفسه. فالاضطرابات النفسية بتشمل كثير من الأمور، مثل ما ذكرنا هي بتختلف من شخص لتاني، هي ممكن تكون مؤقتة لفترة قصيرة أو ممكن تكون لفترة زمنية طويلة. من هدول الاضطرابات مثلا عندنا التوتر والقلق، يعني بعض الأشخاص ممكن تعاني من التوتر الكبير، الخوف بطريقة مبالغ فيه. ليش؟ نتيجة تعرضه لصدمة معينة، ممكن لا سمح الله تكون هي الصدمة كارثة طبيعية أو أحد مشاهد الحرب أو أحد مشاهد الدمار لا سمح الله، وممكن تكون هي تعنيف أسري في مرحلة الطفولة. كمان النقطة الثانية اللي هي ممكن تكون أحد الاضطرابات النفسية اللي هي الاكتئاب بكافة أشكاله، إن كان بداية اكتئاب أو اكتئاب متوسط أو اكتئاب شديد. فهي الأعراض بتختلف ما بين بداية الاكتئاب للاكتئاب الشديد، لكن بالمجمل الاكتئاب بصير عند الشخص حالة من فقدان الشغف، فقدان الأمل، أفكار سلبية بترافقه، أفكار سوداوية بتحيط فيه، وممكن هذا الاكتئاب يؤدي فيه لاضطراب ثاني يتحول لفوبيا اجتماعية أو عزلة اجتماعية. فمنلاحظ هذا الشخص وخاصة إذا كان عم يمر بظروف سلبية بشكل يومي لا سمح الله، يعني مثلا الأشخاص اللي عندهم ببلادهم حرب فهن بشكل يومي عم يتعرضوا لضغط نفسي، عم يتعرضوا لمشاهد صعبة، لمشاهد قاسية. فهدول الاضطرابات رح تتحول مع الوقت لصعوبة بالتعامل مع الآخرين، وممكن تؤدي لفوبيا اجتماعية وصعوبات بالتأقلم مع الآخرين. وكمان من أحد الاضطرابات يلي ممكن تأثر على شخصية الإنسان يلي هي الوسواس القهري. بالمجمل الوسواس القهري اللي هو تكرار كلمات معينة أو تكرار أفعال معينة لفترة مؤقتة لكن قد تطول فترة الوسواس القهري. يعني مثال، بعض السيدات أو ستات البيوت ممكن يكون عندهم وسواس قهري، وسواس نظافة، يعني بتقلك أنا صح مسحت هاي الطاولة بس بدي أرجع عيد مرة ثانية، يمكن لسه ما نظفت. فهي تكرار لسلوك أو تكرار لكلمات معينة. وكمان هي الاضطرابات ممكن تتحول على المدى البعيد لأحد أنواع الفصام، يلي هو هذا الشخص بصير بحالة بينه وبين نفسه، بفكر بالواقع اللي عم يعيشه وبقارن بالخيال يلي هو بده إياه، بالخيال الجميل يلي هو راسمه بينه وبين نفسه.
فهي الاضطرابات بتختلف مثل ما ذكرنا حسب الظروف النفسية وحسب البيئة الحاضنة والبيئة الاجتماعية لهذا الشخص نفسه. بالتالي البيئة المحيطة رح تأثر بشكل كتير كبير، إما لتطور لا سمح الله أحد أنواع هاي الاضطرابات أو للحد منها وطريقة العلاج والتعافي من هذا الاضطراب. أكيد، ويمكن نتيجة لهي الاضطرابات عم بيصير في عنا آثار سلبية وانعكاسات على الأطفال. بنسمع عن أطفال كتير ممكن يصير عندهم مشاكل بالنطق، التأتأة والحبسة الكلامية نتيجة الخوف اليوم من أي ظرف ممكن عم يمروا فيه. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع. هلا بالنسبة للمشاهد الصعبة أو المواقف المؤلمة، يعني ممكن تأثر هي بشكل عام إن كان على الأشخاص الكبار بالعمر أو المراهقين، فما بالك بشكل خاص على الأطفال. فممكن الطفل ما يكون عنده الإدراك الكافي ليفهم هذا الموقف الصعب أو هي الكارثة الطبيعية يلي صارت، فممكن ببعض الأحيان تتحول وتترجم كردة فعل سلبية عكسية. بلاحظ مثلا على أحد الأبناء، ممكن ابن واحد من مجموعة أبناء، يعني فرضا أنا أم عندي مثلا 3 أبناء، ممكن ابن واحد لاحظ أنه صار عنده نوع من أنواع التأتأة. شو هي التأتأة؟ هي أنه الطفل ممكن يتأتأ بكلمة واحدة، أو ممكن يكون منطلق بالحديث وعم يحكي موضوع معين لو ضمن العائلة الواحدة، هو عم يحكي بهذا الموضوع وقف عند كلمة معينة، ما عاد عنده القدرة أنه يعبر. فهي التأتأة أو المط بالكلمة، أنه يمد الكلمة بشكل مبالغ فيه، هي نتيجة تعرضه لصدمة نفسية كبيرة. مثل ما ذكرنا أنواع الصدمات النفسية، ممكن تكون تعنيف أسري، ممكن تكون كارثة طبيعية، أو ممكن مشهد من مشاهد الحرب والدمار. أما الحبسة، الحبسة فهي شو بتصير عند الطفل؟ بتصير كمان حالة نفسية أنه هو ما أنه قادر يعبر بالطريقة الصح عن مشاعره، أو ما أنه قادر يعبر بالطريقة الصح عن الأفكار اللي براسه، أنه أنا في كتير أفكار ببالي بس ماني قادر أعبر عنها بالطريقة الصح. فإن كان التأتأة أو الحبسة أو الخرس المؤقت اللي هو كمان أحد المشاكل النطق، يعني ممكن تواجه الأطفال نتيجة التعرض لمواقف سلبية أو لصدمة نفسية، الخرس المؤقت من اسمه هو مؤقت، فهو بيرافق الطفل لفترة مؤقتة. بس تتم مرحلة العلاج، مرحلة التشافي من هاي الصدمة النفسية اللي تعرض لها الطفل، فهو رح يتعافى من هذا الخرس المؤقت. والخرس المؤقت كتعريف هو إن الطفل بيكون مثلا عم يحكي ضمن موضوع معين أو حتى ضمن دراسته، فجأة بتلاقيه سكت وتوقف عن الحكي وتوقف عن الكلام، مثل صدمة نفسية أنه أنا ما بقى قادر أعبر لا عن مشاعري ولا عن دراستي ولا عن أفكاري. فهون دور الأهل كتير مهم وكتير ضروري. في حال الأب أو الأم لاحظوا أحد المشاكل السلوكية النطقية عند حدا من أولادهم، ففوراً لازم هن يكونوا الدور الأول للدعم النفسي لعلاج هذا الطفل، لأنه أي مشكلة بتخص صعوبات النطق، إن كان تأتأة أو الحبسة أو الخرس المؤقتية، حتماً رح تترافق مع أعراض جسدية وتأثيرات جسدية. يعني ابني لما بيكون بتأتأة رح يترافق معه ممكن احمرار بالوجه، أو ممكن تعرق، أو ممكن حتى هز القدمين، أو ممكن فرك الأصابع، طقطقة الأصابع. فهي التأثيرات الجسدية عم يوضح لك ابنك أنه أنا عندي مشكلة معينة، وخاصة هي مترافقة مع الحديث، فممكن يلجأ للتعويض عنها بالإشارات الجسدية. هون الأهل لازم يحتووا هاي الحالة بالشكل الصح. فرضا ابني تأتأ، فأنا بدي صلح له، ما بدي عيد نفس الخطأ اللفظي اللي هو عمله، لا أنا بدي صلح له، ما بدي خليه يضل بمخه وبعقله الباطن أنه هذا اللي عم تعمله صح، أنا بدي حسسه أنه هذا غلط، أنه ما لازم تعمل هذا الشيء. شوي شوي الأهل ممكن يكونوا هنن السند وهنن الداعم النفسي الأول لهذا الطفل، في حال لا سمح الله كانت هي صعوبات النطق متفاقمة، فممكن يلجأوا لأخصائي نفسي أو لاستشاري نفسي أو لطبيب نفسي ليدرك السبب الرئيسي اللي خلى الطفل يصير عنده حالة سلبية، حالة نفسية ترجمت على هيئة صعوبات تعلم. طبعا بالمتابعة ما بين هذا الأخصائي ما بين الأهل، بإذن الله بيتم العلاج وبيتم التخلص من هي الندبة اللي هي ترجمت على هيئة صعوبات نطق أو صعوبة في مواجهة الحديث والتواصل مع الآخرين.
طيب اليوم هون في نقطة جدا مهمة، ذكرتي حضرتك انه ممكن يترجم مع بعض الصدمة او الاضطرابات مع بعض الصدمة عن طريق صعوبات في التعلم او الخراس المؤقت او اشارات جسدية ممكن يصدرها الطفل كرمال يحسسنا انه هو عنده مشكلة معه. ولكن اليوم انا كيف بدي اعرف انه طفلي عم بيعاني مشكلة اذا ما كان عنده هدول القصتين؟ يعني الطفل ممكن شو يعني يتصرف؟ هل ممكن يصير عدواني؟ هل ممكن يصير منعزل؟ يعني يعطيني اشارات اخرى انه انا اليوم طفلي عم يمر بأزمة نفسية؟ للأمانة سؤالك كتير مهم. هلأ الطفل ممكن يترجم لنا هاي الحالة النفسية أو هذا الستريس النفسي، هذا الضغط النفسي اللي عم يعاني منه بعدة طرق. ممكن أنا أشوف ابني عنده قلق بصورة مبالغ فيها اتجاه موقف بسيط، نعم، اتجاه مثلا لا سمح الله مشكلة صغيرة صارت ضمن العائلة، فهو ممكن يعبر بطريقة كتير مبالغ فيها، ممكن يعيط، ممكن يبكي، ممكن كمان تأثر على مشاكل سلوكية. هذا الطفل ممكن يتحول لطفل عدواني، لطفل بحب التعنيف، لطفل بحب أنه يؤذي حتى ضمن البيت، أو ممكن يؤذي حتى أخواته. وكمان ممكن يتحول لطفل انطوائي، لطفل بحب الوحدة، لطفل بحب العزلة. فهي المشاكل السلوكية. وكمان ممكن يصير عنده أرق ليلي أو كوابيس، يعني هذا الطفل لما بيكون عم يمر بحالة نفسية صعبة أو متلقي صدمة نفسية فممكن يصير عنده أرق ليلي أو تترافق بكوابيس، فبتلاقي الطفل ممكن يفيق من نومه لأنه شايف كابوس مزعج. فبالتالي في عدة نقاط تظهر على الطفل للترجم ولتوصل الرسالة للأهل، نعم، أنه هذا الطفل بيعاني من مشكلة نفسية معينة. اليوم يمكن في بعض الأهالي يمكن تكون مشغولة بالحياة نتيجة ظروف معينة، فهنهم بيكونوا بتلاقيهم بعاد عن أطفالهم، بعاد عن الشيء اللي عم بيمروا فيه هدول الأطفال. طيب أنا في حال أهملت طفلي، هو كان عم بيمر باضطرابات نفسية أو صدمات نفسية خلال حياته وخلال المرحلة العمرية اللي هو فيها، شو ممكن يأثر على المستقبل اللي عنده؟ هلا والله سؤالك كثير حلو وكثير مهم، وبحكم الانشغالات وظروف الحياه والضغوط اليوميه وخاصه اذا كانت الام موظفه والاب موظف، فممكن الاطفال يمروا باضطراب نفسي او بخلل نفسي معين والاهل ما ينتبهوا له او ما يتداركوه من بدايته. لانه خلينا نتفق على نقطه كثير مهمه، اي اضطراب نفسي او اي مشكله نفسيه بالبدايات فهون الطريق للعلاج كثير سهل وكثير قصير، بينما تراكم الضغوطات النفسيه، تراكم هي الفوبيا، تراكم هي المشاكل النفسيه هي حتما رح تؤدي لاضطراب او احد انواع الفوبيا لا سمح الله. ففي حال في مرحلة الطفولة أنا ما انتبهت أنه ابني عنده مشكلة نفسية معينة أو عنده خلل نفسي أو عنده اضطراب نفسي معين، فهي رح تتفاقم أكثر ورح تترجم وتظهر بصورة واضحة بمرحلة المراهقة. ليش؟ لأنه مرحلة المراهقة هي أكثر مرحلة حساسة بحياة الشخص، فهذا الشخص بمرحلة المراهقة رح تظهر بشكل كتير كبير وبصورة كتير واضحة، ممكن تتحول لأحد الاضطرابات النفسية. يعني هذا الشخص فترة المراهقة ممكن يكون في عنده صعوبات بالتركيز أو صعوبات بالتعلم، ممكن لاحظ أنه هذا الشخص المراهق صار يحب العزلة، صار شخص انطوائي. وكمان حتى على التأثيرات الجسدية، يعني الشخص اللي بيتعرض بشكل يومي أو بشكل شبه يومي لضغط نفسي، لصدمات نفسية، لمشاكل عائلية، هي حتما رح تسبب له إما صداع متقطع ومتكرر أو رح تسبب له تشنجات وآلام في منطقة الجهاز الهضمي، لأنه مثل ما بنعرف أغلب الأمراض الجسدية هي سببها نفس المنشأ. وكمان بعض الأمور اللي ممكن تظهر بفترة المراهقة هي أحد أنواع الوسواس القهري أو ممكن ثنائي القطب لا سمح الله. فهذا ثنائي القطب يلي بيترجم بفترة المراهقة عند هذا الشخص يلي تعرض خلال فترة طفولته وفترة مراحل متقدمة من الطفولة وحتى بفترة المراهقة لإهمال نفسي وعدم رعاية نفسية صحيحة وعدم احتواء من الأهل بكل معنى الاحتواء النفسي، فممكن يتحول عنده يصير عنده ثنائي القطب. ثنائي القطب اللي هو بنلاقيه بندفع، في عنده اندفاع، في عنده حب للتعلم، أو بفترات تانية بمر بحالة من الاكتئاب الكتير حاد، إنه لا بدي أدرس، لا بدي أطلع، لا بدي أكل، فبتكون الأمور أوضح وبشكل كتير مفهوم بفترة المراهقة، لأنه هو بيكون قادر يعبر عن مشاعره، عن أفكاره، عن الشيء اللي جواته أكثر من مرحلة الطفولة.
طيب خلينا هيك نروح معك ضمن بعد ما يصير هذا الطفل عنده اضطرابات ما بعد الصدمة، واليوم الأهل أنه يتأكدوا أنه أنا اليوم طفلي بحاجة لمختص نفسي أو استشارية نفسية، خلينا نروح لعندكم على العيادة نشوف أهم الحالات اللي عم تجيكم، كيف عم تتعاملوا مع هذا الطفل اللي هو عنده خوف كتير كبير، شو هي أهم الأنشطة، يعني كيف بتحاولوا، خلينا نتفق على هو عم يمرق بحالة مؤقتة وليس يعني مستمرة. طبعا هلا الطفل اللي عنده اضطراب ما بعد الصدمه، اضطراب ما بعد الصدمه هو انه الطفل بيضل عايش بالموقف القاسي، بالموقف الصعب، بالموقف اللي سبب له هي الصدمه النفسيه، يلي ترك عنده فوبيا من هذا مثلا ظاهره طبيعيه او كارثه طبيعيه صارت، فاضطراب ما بعد الصدمه بصير الطفل انه لسه عايش بالموقف الصعب يلي سبب له هذا الخلل النفسي، لسه عايش بهديك الفتره، فهو ممكن يصير في عنده اعراض جسديه، اعراض سلوكيه، في حال هذا الطفل لجا للاخصائي، فهون الاخصائي اول نقطه واهم نقطه هي انه يخليه يعبر بالطريقه الصح، يخليه يعبر عن مشاعره، يطلع الشيء اللي جواته، كرمال هذا الشيء اللي جواته ما يتراكم مع الوقت، لا انا بدي احاول قد ما فيني حسس هذا الطفل انه انا مركزه معك، انه انا مهتمه بمشاعرك، انه انا عم اسمعك بطريقه كثير حلوه. النقطه الثانيه اللي هي الاتفاق ما بين الاهل وما بين هذا الاخصائي او هذا الداعم النفسي، لما بيكون في متابعه بين الاهل وبين هذا الاخصائي، بالتالي هي النصائح اللي رح اقدمها للطفل الاهل رح يلتزموا فيها. مثلا نحن بنحاول قد ما فينا ننصح الاهل بانهم يبتعدوا عن المشاكل أو الخلافات قدام هذا الطفل. ليش؟ لأنه الطفل ذاكرته كتير حادة وكتير قوية ورح تترسخ بعقله الباطن هذا المشهد أو هي المشكلة اللي صارت بالبيت، فما بالك إذا الطفل هو أساساً عم يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، فممكن أي موقف سلبي فوراً يفاقم هاي الحالة اللي عنده. نعم. كمان النقطة الثالثة، أنا بدي اكتشف هذا الطفل شو موهبته أو شو إبداعه. ممكن الطفل يعبر مثلا عن طريق الرسم، عن طريق الموسيقى، عن طريق اي شيء بحبه، يفرغ من خلاله هاي الطاقه السلبيه، هاي المشاعر وهي الافكار اللي جواته. وكمان النقطه اللي كثير مهمه اللي بننصح فيها اللي هي النظام الصحي، ننصح الاهل انهم يتبعوا نظام صحي معين، لانه صحتهم الجسديه لهدول الاطفال حتما رح تاثر على الصحه النفسيه. اكيد اكيد. وكمان بننصحهم، تفضلي دكتوره، في شيء لسه حابه تضيفيه؟ اكيد. وكمان بننصحهم للاهل انهم يخلوا ابنائهم يمارسوا اي نوع من انواع الرياضات، الرياضه هي مو بس بتحسن الصحه الجسديه والقوه البدنيه، لا كمان بنفرغ كثير من المشاعر السلبيه، كثير من الضغوطات اللي ما لنا قادرين نعبر عنها. اكيد. بدنا نشكرك كثير دكتوره ولا لانك ضويتي على هذا الموضوع، ولانه فعلا بظل الظروف اللي نحن عم نعيش فيها كل حدا فينا يمكن مر بصدمه نفسيه معينه واثرت على حياته بشكل كبير، فاكيد بالسلامه النفسيه اكيد للجميع. شكرا ان شاء الله يا رب، بدوام الصحه النفسيه والجسديه للجميع يا رب. اكيد. ودائما نحن بنقول اذا الصحه النفسيه بخير اكيد اجسادنا بخير، لانه اي شيء نفسي عم ياثر بشكل مباشر على الجسد. نحن بدي اتشكر حضورك لليوم وعلى كل النقاط اللي ضويتي عليهم.